إذن مشبعي قناة نشوف تيفي المحرك معنا في هذا البث المباشر الليلي كما عودناكم دائما متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا بألف ألف خير وصحية طيبة للجميع، فكنتمنى متابعينا الكرام أنكم تكونوا بألف ألف خير تحية طيبة لكل متابعينا الكرام ومرحبكم معنا في هذا البث المباشر الليلي كما عودناكم دائما ويوميا أننا كل نهار كنناقش موضوع جديد، فتحية طيبة للجميع لكل متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا بألف ألف خير. إذن في الموضوع ديالنا اليوم متابعينا الكرام كما شاهدتم معنا، فهو واحد الموضوع اللي شيق بزاف، كنا بدينا المناقشة ديالو شي 3 أيام دابا واليوم غادي نكملوه إن شاء الله. فكنتمنى الكل أنه يكون بألف ألف خير. فالسؤال ديالنا هو اشنو رايكم في الزوج اللي كرم الام ديالو في دار العجازه باش يرضي الزوجه ديالو؟ فهذا هو السؤال ديالنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، فكنتمنى ان الكل يكون بألف خير. السؤال ديالنا متابعينا الكرام هو اشنو رايكم في الزوج اللي كرم الام ديالو في دار العجازه باش يرضي الزوجه ديالو؟ انه كيدي مو حنينه ديالو اللي كبراتو وشرباتو وزاتو 9 شهور كيدير لها العجزه هادشي غير باش يرضي الزوجه ديالو. بصراحه فهذا واقع ماشي موضوع جديد، فصراحه كنتمناو ان الكل يكون الف خير. السؤال ديالنا هو شنو رايكم في الزوج اللي كرم الام ديالو بدا العياده باش يرضي الزوجه ديالو؟ اختي لبنى كتقول حمار هذا. نعم اختي. خويا حفيظ سلام لاباس عليك خويا. الحمد لله خويا حفيظ الله ينورك، انت بخير كلشي مزيان. فالسؤال ديالنا متابعينا الكرام هو شنو رايكم في الزوج اللي كرمي الام ديالو في دار العجازه باش يرضي الزوجة ديالو؟ نعم ما عندوش الوعي، عدم الوعي. صحيح صحيح خويا حفيظ. كنتمنى كل متابعينا يكونوا بألف خير. اختي ايمان سلام اختي لاباس عليك كلشي مزيان اختي ايمان. فالسؤال ديالنا اختي ايمان هو شنو رأيكم في الزوج اللي كيرمي الام ديالو في دار العجزه باش يرضي الزوجه ديالو؟ احمد اشرف اهلا محمد. شو معنى هاد الناس لا يخافون الله ابدا؟ فنعم اخي كما ولينا كنشاهدو هادشي يوميا ودائما، فتحيه طيبه لكل متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي راكم معنا في هذا البث المباشر. والله كيف حالكم جميعا جو مبارك. تحياتي اختي نور واغلى تحيه واغلى اختي نور، تحياتي ليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم جميعا جو مبارك علينا وعليك اختي نور، ونتمنى تدخلنا بالصحه والسلامه ان شاء الله. حضري ايوب هذا شماته ماشي راجل ما وعيش. نعم خويا ايوب فكلامك صحيح انه يدي مولد العجازه باش يرضي الزوجة ديالو. وعليكم السلام ورحمة الله خويا بو عادي. كنتمنى
كنت منهم من كل المتابعين الكرام انهم يشاركوا معنا في هذا البث المباشر، يعطيونا الاراء ديالهم ويعطيونا الاراء ديالهم في هذا الموضوع اللي هو اشنو بان لكم، شنو الراي ديالكم بالزوج اللي كيدي الام ديالو لهاد العجزه باش يرضي الزوجه ديالو، انه يدي الام ديالو هو لهاد العجزه باش يرضي الزوجه ديالو. هذا هو السؤال ديال المتابعين الكرام. اختي خديجه كتقول مجرد سؤال كيعصب والقلب كيتزعزع صراحه، وما فيها لا وعي لا والو. واش الحيوانات واعيه واللي كيتشبتوا بولادهم؟ هذاك بدا ماشي انسان ومن عدم الضامة لعنة الله عليه ليوم الدين. نعم اختي، صحيح اختي خديجه. اختي لمياء، ماشي راجل، المرأة كتعود الأم ما كتعودش. فنعم صحيح أختي، فهادشي لا شك فيه أن الزوجة كتعود بينما الأم ما كتعودش. أختي خديجة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نعم أختي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. أسماء أمرين نسخ الوالدين. نعم أختي أسماء، هادشي لا شك فيه. خويا حفيد، أحلى حفيد، كما تدين تدان. صحيح خويا حفيد. اختي نور، ومساء النور اختي نور. هادوك خاصهم العصب جوج بيهم، الزوج والزوجة. نعم اختي فيصل كيقول مرضي الوالدين، فراق الأم ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه. فتحية طيبة لكل المتابعين الكرام، متابعي قناة شوف تي في، والكل اللي متبعنا هذا المباشر. كنقول لكم كنتمنى تكونوا بألف خير. سعيد الأزهري كيقول هذا لكان يتوفر على صفة المساخيط أو الدعوة لله. خويا عبد المدن كيقول كل، كنتمنى الكل أنهم يشاركوا معنا هذا. آراء ديالهم وشاركوا معنا هذا البث. اشنو رايكم في الزوج اللي كيدي الام ديالو لهاد العجزه باش يرضي الزوجه ديالو؟ ايمان، ايمان واحلى ايمان كتقول الله قل امي ثم امي ثم امي، حيث الام هي افضل حاجه في هاد الدنيا. هذا مكانش خاصو يدير هكذا وقبل مرتو دمامها الخيريه، ما نحسبوش راجل تقول حلال ثم راجل هذا شماتي. نعم خويا العربي كيقول مسخوط الوالدين. نعم شي لا شك فيه. انس الصغير كيقول اكبر مسخوط الوالدين وسيرموه ابناؤه كذلك عندما يكبر. هذا نعم صحيح، صحيح خويا انس. زرزور كيقول 50% الأولاد هم اللي هم السبب. نعم صحيح. خويا عبد المؤمن، السلام خويا، كي داير؟ بخير لاباس عليك. السؤال ديالنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، اشنو بان لكم في الزوج اللي دمو الله العجزة باش يرضي الزوجة ديالو؟ خويا حضري ايوب، هذا فات تمسخيط بزاف، حتى عطاه خاطر يلوح امو اللي ولدات وربات وسهرات عليه. مرمز بالرواية، قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك فأحسن الكتابة كما تجوز. نعم أختي نور، صحيح
المهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. داكشي اللي كاين خويا صار سحقا له كما فعل بأم سيف ومع أبنائه. نعم صحيح، تسيبش الأم ديالك وهاديك اللي فضلتيها على الأم ديالك غتسيبك لجهنم، جنة على قدم الأمهات. سلطانة، نعم اختي سلطانة صحيح. عايزة الزوجة موجودة والأم مفقودة، إلا مشات الأم كيتسد عليك باب من أبواب الجنة. الله يهدي على راسك. داكشي اللي كاين اختي عايزة إيمان، إيمان والله راه وسط الأم. صحيح اختي إيمان، صفا مسخوط دابا حتى هو يذوق من نفس الكاس. حاشاكم رضوان بالحسن، فكرتوني الزوجة ديالي قالت لي دي امك لدار العزازة، ما بقيتش نشوف فيها في الحين، طلقتها وخدات ولادها وكرسل ليها نفختهم وجلست مع امي، وجاب الله المرأة اللي قابلت هي امي حتى توفت. اقسم بالله لا اله، فتح لي جميع الابواب وعوضني خير زوجة. الله يرضي عليها يا ربي، امين خويا. الله يوفقك خويا رضوان. السوسي كيقول يمشي يفوز خراسو لانه ماشي لخاطره. نعم ابن ايمان، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الشخص اللي دار الام ديالو. نعم عبد المؤمن، هناك اسباب كثيره ومجموعه كبيره من الابناء الذين يدعون اباءهم وامهاتهم في دار الاشخاص المسنين، لكن هذه الاسباب ليس لها مبرر. الاباء لن يعوضهم اي شيء أي شخص. نعم صحيح. أحمد كيقول كما تريدون تدهن. صحيح أخويا أحمد تحياتي. بهيجة كما تريدون تدهن. نعم أختي بهيجة. حمزة شيفو كيقول سلام أخي العزيز، جمعة مباركة. هذاك اللي كيرمي والديه اللي رباته وقراته وزوجاته في دار العجازة على قبر مراته ما يستاهلش حتى الهضرة عليه. لا يوجد تعليق. نعم خويا حمزة تحياتي. أنا الصغير، ربي سيعودك بأحسن من الزوجة الأولى، لأن منك مرضي أمتكم وعمك تخاف وهي تبقى دائما مرضي الوالدين. نعم خويا أنس، هادشي لا شك فيه خويا. فإذا متابعينا الكرام، فالسؤال ديالنا هو شنو الرأي ديالكم الشخص اللي أرمى الأم ديالو في دار العزازة باش يلبي الرغبة ديال الزوجة ديالو؟ شنو رأيكم في الزوج اللي كيرمي الأم ديالو في دار العزازة باش يرضي الزوجة ديالو؟ أحيانا كتقول مسخوط الوالدين ما عمرو يطفرو. نعم صحيح. لا سلطانة وبالوالدين إحسانا. نعم صحيح. صراحة ولينا كنشوفوا بعض الحوايج صراحة القلب كيدمع عليها. عبد المؤمن صفراوي، أنا مسؤول في دار أشخاص مسنين، أقسم لكم يمين أنني بعض المرات أتألم وأحزن على ما يقومون به. بعض الأبناء يدفعون لنا الطلب بوضع آبائهم، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم خويا عبد المؤمن، وراه مازال هاد الفكرة مازال عندي، وراني مسجل الاسم ديال الفيسبوك ديالك، غادي نتواصل معاك باش نروح برنامج خاص بهادشي. نعم خويا عبد المؤمن الصفراوي، تحية ليك خويا. كل متابعينا الكرام كنقول لهم تحية طيبة للجميع. فشنو رأيكم في الزوج اللي كرمي الأم ديالو في دار العزازة باش يرضي الزوجة ديالو؟ يعني كيضحي بالأم ديالو في دار العزازة إرضاء للزوجة ديالو. شنو الرأي ديالكم فيه؟ هو اللي رباتو وكبراتو وسهرات عليه ليالي كيرمي في دار العزازة باش يرضي الزوجة ديالو، اللي كتقول لي أنا يمك في الدار كيضطر يدي مولاي العجزة. شنو بان لكم متابعينا الكرام؟
بغينا الآراء ديالكم متابعينا الكرام في هذا الموضوع. صافا كتقول واحد عطى لولدو لعبانة باش يفرشها لجدو في الكراج، قطعها جوج نصفين، فرش ليه نص، سولو بابا فين النص التاني، قال لي انا خازنو ليك بلي تكبر. سبحان الله. قبل مو مرحبا اخي سي محمد، مرحبا، تحياتي خويا الصفراوي. نادية سبعي ماشي راجل، هادي لا شك فيه ختين. ملاك ملاك هذاك ماشي راجل. نعم اختي ملاك صحيح، بصراحة هادشي كيضرني في خاطري، مؤلم وحزين ومبكي، وصعب أن تسمع مثل هذا الكلام. أنا لا أعرف أمي، ولما لا أعرف أمي ولما رأيتها ودعتني قبل أن تعمل كلمة معها، لكن الأب عوضني في كل شيء، هو روحي وعيني. فصراحة أختي نور كنطلب منك السماحة، والله العظيم كنطلب منك السماحة حيث فكرنك في هذا الموضوع، وإن شاء الله ربي يعوضك ما أحسن يا ربي، والله يوفقك في حياتك. شنو رأيك إذا مشيتي نزل؟ نعم خويا، الله يسمحنا من الوالدين تنشد أقدم أمه. نعم أختي ملك صحيح، فكنت منه لكل متابعينا أن يكونوا بألف خير. تحية طيبة عطيرة لكل متابعينا الكرام. فالسؤال ديالنا هو شنو رأيكم في الزوج اللي رمى الأم ديالو في دار العجازة باش يرضي الزوجة ديالو؟ بغينا لكل متابعين انهم يشاركوا معنا في هذا البث المباشر. فاغلى تحيه لكل متابعينا الكرام، كنتمنى لكم بالف خير. السؤال ديالنا هو شنو رايكم في الزوج اللي كرم الام ديالو في دار العجازه باش يرضي الزوجه ديالو؟ يعني كيضحي بالام ديالو باش يرضي الزوجه ديالو. مسخوط الوالدين حد أقدم الأمهات. نعم أختي فاتي صحيح، فربي يوصي بالوالدين، فربي يوصي بالوالدين. صفاء جاوب بصراحة، أنت مالي في والد. أي أختي صفاء نكتب عليك، والله العظيم اللي معاه ميمتو في الدنيا في يحمد الله ويشكره. في الأم ما كتعودش. نبيل إسكوبار، الرابح من المرأة والخاسر من المرأة. هذا مسخوط الوالدين. نعم صحيح. نور نور كتقول هذاك شماجة خايف من مراته، دابا يديرو ليه ولادو نفس القصة. نعم صحيح، فكيف ما تودين وتودان. كيقول لك وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أختي نادية اليوسفي مسخوط. نعم أختي نادية صحيح، هشام ولادي هذاك مسخوط. نعم خويا هشام شي لا شك فيه. خويا عبد المؤمن تحياتي، أنا أشهد له لأن هذا الأخ مهتم بهذا الموضوع وتركه للنقاش ثلاث مرات. نعم، ومازال خويا عبد المؤمن غادي نقدمو برنامج خاص بهادشي إن شاء الله. أنا غنتفق مع الإدارة ونديرو برنامج يتصل بنادم بالمباشر ونهضرو معاه ونناقشو هذا الموضوع. هذا الموضوع صراحة موضوع مهم وموضوع الساعة شوية كنشوفوه بزاف.
اختي غزال كتقول ما سميتهاش ضل على سميتها مول الشميت. نعم صحيح اختي نور، واحلى نور صراحه والله، السيده من المتابعين الاوفياء ديال قناه شوف تيفي، فتحيه لها وتحيه طيبه وكثيره بزاف. لا يهمك اخي، انا انها سنة في الحياه. الله يرحم جميع الامهات، للأم ديالو على قيد الحياة يتمتع برضاها. فقدان الأم ألم لا يشعر به إلا. فنعم أختي نور كلامك صحيح أختي نور، ف يا ربي دير لي فيها خير وصافي شي نقدر نقولو. هذاك اللي كيلوح والديا من سخط الوالدين. نعم أختي مالك، فهادشي لا شك فيه، فهذا لا شك فيه أن اللي كرمي والديه فهو سخط كيفما كنقولو. ومأكد ربي أولادك ما يدوليك مدى الأم ديالو والأب ديالو. صفاء إيه والله يرضي عليك، تهلا فيها حيت أنا أم والله ولدي مهلي فيها بزاف صراحة. الأم صفاء صراحة والله، فالأم ديالي في عينيا صراحة. حيت الأم ما كتعودش، أم واحد النعمة كبيرة، عمر أم ليك ترتاح وانت خارج من الدار ومأكد شري في الليل. والله أمي كلها نعسات وما عرفتش لك، مطمئنش عليك فيكين، معاك تكون مريض موكش موك ترتاح. عمك شي الأم ولد مريض الأم مرتاحة، عمك تشوف هاد القضية صراحة. الأم نيمة ما كتعودش. عبد المؤمن مرحبا أخي الكريم، على إشارة في أي وقت تحياتي خويا عبد المؤمن. فاطمة الله يلطف بينا يا ربي امين. اختي فاطمة هادشي اللي كنتمناو كاملين. صراحة تحية طيبة لكل المتابعين الكرام. فيا كتقول كيما دار الوالدين عايرو لولادو، انا معايا حماتي في حل الوالدة ديالي. فما عم اختي فيها، فبزاف العائلات كاينين الحماوات مع الزوجات وعايشين بخير. انا معها امي في اسبانيا. فتحياتي لك اختي فاطمه، وتحياتي للام ديالك وكل امهات المغربيات. فتحية لكم طيبة إن شاء الله تكونوا بألف خير. فتحية طيبة لكل متابعين الكرام، متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. فالسؤال هنا هو، شنو رأيكم في الزوج اللي كرمي الأم ديالو بضل عزيزة باش يرضي الزوجة ديالو؟ يعني كيضحي بالأم ديالو باش يرضي الزوجة ديالو. أشنو تقولوا لي من هذا المنبر؟ ف شنو توجهوا لي متابعينا الكرام؟ شنو تقدروا تقولوا لي اللي كيرمي الأم ديالو في طال العجازة باش يرضي الزوجة ديالو؟ فمتابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بألف ألف خير، وتحية طيبة للجميع، لكل متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي. كنقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي كنناقشوا منه واحد الموضوع اليوم مهم وبزاف، هو موضوع اشنو الرأي ديالكم في الزوج اللي يرمى الأم ديالو بطلع الأجازة باش يرضي الزوجة ديالو.
فاطمة غرا يلف على راسو. نعم صحيح، غزال كتقول راجل عمره ما يتبدل على والديه. علاش كون كتقول ولدي راجل اللي مش راجل هو اللي رمي الأم ديالو مسخوط وليه. نعم اختي غزال، فكلامك صحيح صراحة، فكنتمنو يا ربي حتى واحد ما يتخلى على والدي، حد الأم نعمة سنحافظو عليها. فإذا متابعينا جا الوقت باش نختمو هاد المباشر، وكنتمناو تكونوا بألف ألف خير يا ربي إن شاء الله. نتمنى نكونو كنا خفاف على قلوبكم، وإن شاء الله غدا الصباح عندنا موضوع غنناقشوه مع سعود اللي الصباح، وإن شاء الله كذلك عندنا موضوع في الليل. يوميا عندنا مواد كنناقشوهم، واحد الصباح واحد في الليل. فحمزة كيقول أغلب الناس اللي كيرميو والديهم كيكونوا مسحورين، حيت ما تدخلش العقل ترمي والديك في العزة، كاين سحور أخاي هو اللي خرج على البيت الزوجية. الله يحفظ الجميع ونعم الوالدين. نعم خويا حمزة، بس حتى هو كيلعب دور كبير. خويا عبد المؤمن ما غاديش يكمل الخير. نعم صحيح سميرة، لم يعمل الخير في الأم والأب ديالو لا خير لم لما لا يعمل الخير فيه. نعم صحيح أختي سميرة. المهم، هل منكم أبناء 70 80 سمعتم أن أحد أقربائكم أنه ترك والديه وسمع فيهم؟ لا ما كانش هادشي فيها مسخوط الوالدين. أمك ثم أمك ثم أمك. نعم صحيح عبد اللطيف، اللي خرجنا من دار العيب لعيب. صحيح فاطمة أمين يا ربي. المؤمن أمي وحدة. نعم في الأم.